خبر سار للصقارين محليا ودوليا بالتزامن مع الانطلاقة الجديدة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية اللي ترسم ملامح قصة نجاح متجددة لمسيرة حافلة تضاف لإنجازات الدولة وإمارة أبوظبي. تشهد النسخة 21 من المعرض للمرة الأولى وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات. إطلاق شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للصقور وتؤهل الشارة الصقور المشترى في المعرض للمشاركة تحت إشراف نادي أبوظبي للصقور في أشواط السباق الجديدة التي ستستحدث للصقور الحاملة للشارة في أربع فئات تشمل جير بيور وجير قرموشة وجير شاهين وتبع، وذلك ضمن الجولة المقبلة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024-2025. جوائز هذه النسخة تتجاوز قيمتها 760 ألف درهم و190 ألف درهم مخصصة للمراكز العشر الأولى لكل فئة. ويهدف إطلاق الشارة إلى تقديم الدعم للمنتجين لتعزيز مشاركتهم في المعرض، كما ستسهم في التحفيز على إدراج الطيور ذات المستويات العالية للمشاركة وتشجيع الزوار على اقتناء الصقور والتعريف بموروث رياضة الصقارة وصولا للترويج للمعرض ودوره في دعم هذه الرياضة محليا ودوليا. كونوا على الموعد في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر بمركز أدنيك أبوظبي. عشاق الصقارة، هل أنتم جاهزون لخوض مغامرة جديدة؟